السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، إنما كنتم داخل وخارج الوطن نحييكم تحية مباركة، تحية الفخر والعزة والكرامة والمجد والشموخ والإباء، تحية الإجلال والإكبار في شهر سبتمبر المجيد، شهر الثورة التي قضت على جحافل الظلم والجهل والتخلف. أحييكم في محور جديد وحلقة جديدة من البرنامج اليومي التفاعلي الجماهيري الشعبي مع الجمهور. موضوعنا اليوم نتساءل أمام المشاهدين الأكارم، أمام شعبنا في الداخل والخارج، بعد تعيين المبعوث الأمم الجديد الرابع طبعا بعد أن فشل سابقين، ما الذي سيقدمه إلى اليمن؟ أذهب إلى فاصل ثم أعد استقبل اتصالاتكم على الإنترنت، تطبيق الإيمو الدو البوتيم، وأضفنا اليوم تطبيق جديد ثم الميكروسوفت. أرجو الكل يشارك عبر هذا المسمى وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي تيك توك. أذهب إلى فاصل ثم أعد. أهلا بكم إذن مشاهدينا الأكارم، كما قلنا المبعوث الأمم الجديد ما الذي سيقدمه خصوصا بعد الفضيحة الأخيرة للمشروع الذي لقي سخرية كبيرة بين أوساط اليمنيين فيما يتعلق مشروع الأمم المتحدة. أول مداخلات معي فواز سلام، تفضل أخ فواز. فواز السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الموضوع شان المبعوث الجديد الأممي للأمم المتحدة صح؟ نعم، ما الذي سيقدمه وقد فشل سابقوه؟ الذي سيقدمه المخطط واحد والمشروع واحد وفكرهم واحد، هو مثله مثل سابقيه. نعم، أكيد بيقدموا خدمة كبيرة للحوثي في هذه الفترة المقبلة القادمة. نعم، نفس ما قدموا في الفترات السابقة كلها. نعم. لا، أنا بالنسبة للأمم المتحدة هذا إحنا أنا كيمني غاسل يدي منه، يعني الأمم صحيح. المتحدة هذه ما انجزت لليمني. فواز يا شباب، فواز واصل من صح أنا الاسم اليمني أي شيء يعني، ولا جابت لنا أي شيء جديد. الأمم المتحدة هذا مين عند جمال بن عمر إلى يومنا هذا زادوا مكنوا الحوثي وعطوه قوة ووجدوا له قوة على الساحة السياسية بالرغم من الحوثي أضعاف من القشة. صحيح. طيب، رسالة توجهها للحكومة اليوم، الحوثي يرمي بكل ثقله في شهر سبتمبر في شهر الثورة المباركة، يعني يريد إسقاط آخر قلاع الجمهورية، رسالة توجهها للحكومة يعني متى بيكون لهم موقف مشرف في التاريخ؟ أقل حاجة يطلقوا الجبهات، يعلنوا إلغاء كارثة ستوكهولم، يحركوا الجبهات، الحوثي ولن يلتزم بأي سلام. واصل يا فواز. ألو، سامعني ولا لا؟ للأسف فصل يا شباب غيره. السلام عليكم. وعليك السلام، مرحب يا أبو صقر. أبو صقر معك. مرحب، تفضل تفضل. يا أخي جد المدينة ولا حرفنا الهلبة. نعم. تمام. يعني مبعوث أول يجي ومبعوث أول وثاني يجي وثالث ورابع وخامس وعاشر، وإحنا في نفس السيناريو يعني، يا فصيح لمن تصيح يا أخي. إذا لم يشكلوا تشكيل المجلس عسكري أقسم بالله العظيم من اليمن سايري لا يضحكوا علينا ولا يضحكوا على الشعب اليمني، يكفي كادم. نعم. الأمم المتحدة يعني بالله عليك يعني من استحقارها للحكومة هذه بدرس الدجاج وبس، يعني احنا ناقصين يخرجوا يدفوا عليها هذه وجماعته. صحيح. ما بلاهم يجوا يقفوا على بيض اللي حق الأمم المتحدة، عم احنا قدرنا شارك بيض وشارك دجاج وشارك دم وشارك كل حاجة، والله العظيم ما عدنا ناقصنا شيء. نعم. بس قاعد يضحكوا على الشعب اليمني لأنه حصروا لهم شعب مضبرة، كل من أجل طبل فيه هو ورح له، كل من أجل فعله دقة فيه ورح له. والضحية في الأول وفي الأخير يا أخي هو إحنا المواطنين، الشعب كامل سواء كان في الشمال سواء كان في الجنوب. صحيح. المعاناة واحدة والجوع واحد والدم واحد والجرح واحد، يعني إحنا في خندق واحد، يعني لا شمال مرتاح ولا جنوب مرتاح يا أخي. نعم صحيح. هذه حقيقة. طيب والحل؟ الحل يا حبيبي هو تشكيل مجلس عسكري، غير هكذا لا يضحكوا علينا ولا نضحك على انفسنا. اما انه بيقول لك مبعوث ما مبعوث ووساطه يا اخي، اذا كان عنده خليتوها مجموعه ارهابيه وتجي تقول لي وساطات معاها يا اخي، هذا من جاهل ما بيستقبل هذا الكلام يا اخي. صحيح. كافي ضحكه وكافي لعبه علينا يا اخي، والله ان احنا قربنا من هذه الشرعيه ومن كل شيء.
طبعا احنا طابعين امانه والله العظيم، يعني الشعب لا اله الا الا وي شي ود وبناء، ما عاد احنا دارين الا انه ارحم الراحمين يحكم بهم من عنده. شكرا يا ابو صقر، تحيه لك اخي. كما قلت مشاهدينا الكرام، اليوم اضفنا برنامج جديد لاستقبال الناس عبر الاتصال عبر الانترنت طبعا، الى جانب البوتيم الايمو الدو. الو مرحبا. السلام عليكم. تفضل. وعليك السلام، تفضل يا ابو طارق. انت من امس تبحث عن الحل استاذ فارس. والله كل يوم انا بدي ابحث عن الحل يا ابو طارق. دائما دائما، مش امس بس اشوفك ملح على الحل. الحل ما هو؟ نعم، الحل الولايات المتحدة الأمريكية شغلنا احنا على الإرهاب مدة 20 سنة، محتلة أفغانستان صحيح، ودمرنا العالم كله، اقتصاد العالم وحاربنا. ارفع لي الصوت يا عم لو سمحت. واصل يا ابو طارق، طلعوا لي اسم. وعرضت على عضلاتها على الأمة الإسلامية والعربية. اوكي. ودمرن حياتنا أمريكا، وشوف في الأخير انسحبوا من أفغانستان وخلنا الإرهاب يعود والأخوان وكل محل ما في قطيع إرهاب يرد لأفغانستان. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. الآن الحل بيد الدول العربية وعلى رأسها دولة مصر العربية الشقيقة. نعم. والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي. وحدة كتلة واحدة في وجه الإرهاب. صحيح. معروف الإرهاب منه. نتوحد نحرر اليمن والعراق وسوريا ولبنان أمة الإسلام. نعم. كلمة واحدة تحت راية واحدة. شكرا يا أبو طارق. راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، راية المملكة العربية السعودية، احنا راضين. شكرا يا أبو طارق، تحية لك. وتفضل يا أبو مقبل عبر منصات التيك توك، تفضل أخي أبو مقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، اعذرونا لدينا كذا شوية مشكلة فنية لكن إن شاء الله تحل إن شاء الله. تفضل يا أبو مقبل. أولا أحييك أستاذ فارس، ثانيا مبعوث الأمم المتحدة، والله لو يعطونا 1000 واحد لن يقدموا شيء ولن يفيدوا أي شيء ولن يفيدوا أي مني. صحيح. معروف هذا شيء واضح وشيء واضح، ولهم أهداف معينة وما ولهم، يريدوا أن يدمروا اليمن ولا يريدوا أن تقوم لليمن أي قائمة. رسالتي الثانية هي لكل يمني حر داخل اليمن أو خارج اليمن. نعم. لا تمدح اليمن بالكلام فقط، أريد أن تقدم عمل. إن كنت خارج الوطن فمثل اليمن بصورة جيدة، وإن كنت داخل اليمن فقدم لليمن شيء. نعم. أنك يمني وأنك وطني. صحيح. طيب رسالتك للحكومة، يعني لمتى بنضل ما تظل مكتوفة الأيدي أبو مقبل؟ مواطني. في إشكالية كمان في للأسف. شكرا يا أبو مقبل، تحية لك أخي. الله معك. خلنا نشوف مصل دولي جديد. ألو مرحبا، تفضل يا أبو راجح. يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو راجح، أنت على هوا. يا الأمم المتحدة يا أخي، أنتم ما تصنعوه. إذا ما قلنا لك جاك تبيه. نعم. واصل واصل يا أبو راجح، لا تكون توقف. طيب خلنا نشوف متصل دولي جديد. ألو مرحبا. ألو. اللي بيتصلوا على المايكروسوفت يا جماعة، ليش يعني تعمل رنة وتقطع؟ اتصل شارك برأيك، ايش المانع يعني بدل ما شغال خط. متصل جديد. الو الو مرحبا. طيب متصل دولي. الو نعم، تفضل اخي، تفضل انت على هوا. من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، معك لبو. من؟ لبوة. لبوة من مارب. وارحبي يا بنت مارب، كيف الحال أستاذ فارس؟ والله نحمد الله على كل حال، بشرينا. نحمد الله الأمور طيبة إن شاء الله، ما مسحور جديد علينا. في أمل تتحرك الحكومة جميع القبهات يا بنت مارب، ولا بيخلوا أبناء مارب يقدمون فلذاتك؟ باديهم وكل يوم شهداء وكل يوم قرحاء. والله هذا الشيء، هذا الشيء على الحكومة، الحكومة فلتت البلد كلها مو مارب بس مارب لها أهلها إن شاء الله. نعم.
ولا المبعوث بالنسبه للمبعوث الاممي ما هو بجايب شيء، ما بجايب الا الكوارث والمآسي واسلال اليمن انهم لا يرضون به. نعم. واطلب من دبي انهم لا يقبلوا اي مساومه على مارب مثل اللي جعلنا بالاختبار في ستوكهولم. صحيح. نطالب الحكومه انها ترفع اعتراض ستوكهولم، تلغي تسحبه. طيب رسالتك لابناء الجيش الاحرار والشرفاء ايضا، متى سيكون لهم موقف؟ خصوصا المتواجدين في مختلف الجبهات، يعني ليش ما تحرك جميع الجبهات؟ ليش ما تطلق للتخفيف من الاعتداء الارهابي الحوثي على مارب؟ واصل يا بنت مارب. للاسف فصل يا شباب، خلونا نشوف. الو. مرحبا يا ابو نور، تفضل. لحظه يا ابو مسفر. حياك الله. تفضل لحظه يا ابو مسفر، خليك على الهواء. واصل يا ابو نوره. والله لو يجمعوا من في الارض يا طويل العمر. نعم. لا ينفعنا طالما الخيام يمنيه والتقاسم يمني والبيع يمني، ولو تجمع دول العالم بس ما لهم ينفعونا بشيء. نعم. علينا يا طويل العمر نوعه احنا ونتوحد ونحفظ بلدنا ونحفظ كرامتنا قبل كل شيء. نعم. الولايات المتحده يا طويل العمر دائما كويس تضحك على الشعب اليمني. ولا هو الشق اليمني يا طويل العمر يضحك عليه، الحكومه لو فيها خير ما ترضى بهذا الشيء وهذا الاهانه للشعب اليمني. صحيح. علينا نوعا يا طويل العمر على الشق اليمني ان يجلس يا طويل العمر هذا الخيانات داخليه وليس خارجيه. شكرا يا ابو نوره. العدنا اليمنيين يا طويل العمر لقينا في خير وحققنا بلدنا. شكرا يا ابو نوره، تحيه لك. تحيه لك، تفضل يا ابو مسفر. مرحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا معظم الشباب اليمني الآن في الداخل أو الخارج أصبحوا يدورون اللجوء إلى دول أخرى، ومنهم من أصبح يبحث عن جنسية دولة أخرى. احنا شعب عريق. نعم. ولدينا وطن عريق وحضارة سامية أبية، وما جعلنا نبحث عن الجنسيات الأخرى هو ما يحدث في هذا اليوم بسبب شلة قليلة فاسدة. نعم. أنتوا تبحثوا عن الحل، الحل ليس في تحريك الجبهات، لأن كل ما تحركت الجبهات كل ما زاد إيش الغل والحقد والبغضاء في قلوب الشعب. نعم. ولكن الحل الأفضل من هذا كله هو تشكيل يا مجلس عسكري يا مجلس رئاسي. نعم. يتكون من النخبة من أبناء الشعب اليمني من الذي هم لهم يعني موادف سامية، أمثال أحمد علي، أمثال سلطان العرادة، أمثال الميسري، أمثال محافظ شبوة بن عديوي، أمثال بن حبتور. نعم. القوم الذين تشهد لهم الذي وضعوا بصماتهم. أما رسالتي إلى عبد ربه وإلى زبانيته أقول أنتم وضعتم أسماءكم في الدرك الأسفل من التاريخ، بل بايل عنكم التاريخ وبايل عنكم الشعب اليمني جيل بعد جيل، حيث أنتم دمرتم الشعب ودمرتم الحضارة اليمنية السابقة. نعم. احنا نشتي نتغنى بحضارتنا اليمنية السابقة، ولكن احنا نخجل أن نتغنى بحضارة بناها الأجداد ونحن دمرناها بأيدينا. أننا نخجل لأنكم السبب من جعلتونا نخجل بهذا الشيء، ألا عليكم من الله ما تستحقون، وسيعود اليمن. شكرا. رغم أنف الحاقدين ورغم أنوفكم، دمتم في رعاية الله. شكرا يا أبو مسفر، تحية لك أخي العزيز. خلنا نشوف مداخلة جديدة ومصر جديدة. مرحبا. ألو، عبر البرنامج الجديد يا شباب، جالسين بيفعلوا ورنات للأسف. طيب متصل جديد، تفضل يا أخ علي. خلونا نشوف على. السلام عليكم. وعليك السلام. الله يسعدك يا أستاذ فارس. كلما أردنا أن نثبت حسن النوايا تجاه الحكومة وقلنا أنها ستعمل حل لليمنيين سواء في الداخل أو الخارج. نعم. ستحرك الجبهة، ستنقذ الشعب من المأزق الذي فيه، إلا أنها تثبت لنا يوم بعد يوم أنها ما كونت إلا لتكون دمية بيد السفر بيد الأمريكيين وبيد من تآمروا على اليمن منذ البداية. نعم. عبد ربه منصور خان القسم الجمهوري، خان المواطن الذي انتخبه، خان اليمن من بشتى الطرق، حتى أصبح اليوم
دمية في فنادق الرياض، وأصبح عبارة حتى المغتربين عبارة عن أوراق ضغط على عبد رب لعمل مآرب لهم داخل اليمن، ولم يستطيعوا إلا بهذه الأوراق الأخيرة التي، لأن عبد رب لم يملك أي ورقة للضغط على أي دولة، هو عبارة عن دمية استخدمت لتدمير اليمن. نعم. وهذه لعنة ستحل عليه إلى يوم الدين عبر التاريخ وعبر الأجيال، لن يجد من يترحم عليه. علينا حتى لو بعثوا 1000 مبعوث أممي لليمن، هذا المبعوث الأممي مع من يتفاوض؟ مع هل هناك قوة على الأرض؟ هل هناك قيادة تدير المعارك في الأرض ضد جماعة الكهنوت؟ جماعة الكهنوت اليوم استخدمت سياستها وقوتها أفضل مما تستخدم هذه الدمية الموجودة في فنادق الرياض. هي اليوم تعمل ضغط على الشرعية أكثر مما الشرعية تعمل عليها ضغط. شكرا يا علي، تحية لك أخي. المعذرة على المقاطعات، واصل يا فواز. هو الفصل من عندك في حاجة الأخ المخرج، إذا في اتصال دولي ادخلهم. واصل يا فواز. واصل يا فواز. رسالة، السلام عليكم. قطع علي الخط أول مرة، أنا أبغى أوصل رسالتي لحكومة الفنادق. نعم. واصل. إذا استمروا بهذا السبات العميق، فوالله وأقسم بالله أنهم سيكونوا لعنة للتاريخ. هذا إن قبلت هم زابل التاريخ، ستلعنهم الأجيال القادمة واللاحقة. نعم. أخي الرجل هذا نايم بالفندق، والله ما همه لا يمن ولا همه مواطن يمني ولا همه حد، لا 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 حياة لمن تنادي. نعم. يا أخي المواطن اليمني بحاجة إلى قائد، نحن بحاجة إلى قيادة تقودنا، نحن بحاجة إلى تشكيل مجلس عسكري فاعل بقيادة العميد أحمد علي عبد الله صالح، ولا مجلس رئاسي بقيادة الناس الشرفاء وبقيادة السفير أحمد علي عبد الله صالح. هنا لأن الرجل هذا له قبول شعبي في الداخل وفي الخارج. نعم. يا أخي هذول أصبحوا دماء، هذول أصبحوا لا مالهم لا سلطة لا في أرض واقع، ولا لهم سلطة حتى في الوهم. لهم سلطة في الوهم إنه رئيس حكومة ورئيس على بلد بدون رئاسة. للحين أشوف رغم يا فواز المشكلة، رغم فشل 3 من البعوث الأمميين، ورغم يعني الان الرابع قاوا يستقبلوا بالفنادق بحفاوه وكانه رمز تاريخي لانقاذ، يعني شرعين للشرعيه فقط، يعني الامم المتحده جاي شرعين للفشل، شرعين للحوثي على الارض، شرعين للشرعيه بالفندق بس، والشعب لله. يا استاذ فارس، هذا فاشل وحكومته فاشله وبيعيش فاشل علمه، لانه ما بيتعلمش. قال عفاش رحمه الله تخشى، قال علمنا ودرسنا، هذا ما بيخترج. شكرا. لا اخترج مع البريطانيين ولا اخترج مع احد. تحياتي لك. شكرا لك يا فواز، مداخله جديده ومرحبا. تفضل اخي. الرجال بيطالبين قسطات على منصه التيك توك، الكل بيشارك. تفضل اخي، عرفنا عليك. السلام عليكم. وعليك السلام. من؟ حياك الله يا اخي فارس. عرفنا عليك. من؟ ابو ايمن. مرحبا يا ابو ايمن، تفضل. الله يبقيك. اولا اشكرك على هذا البرنامج وعلى سعادتك صدرك وعلى سعادة صدرك وانت تتحمل. الله يكرمك. كل واحد يجيب رايه وكل واحد، واحنا نضع الحلول. لكن انا عتبي الان مثلا التحالف الان ما يعتمد على الشرعيه 7 سنين يعني ولا خرجوا بنتيجه. المفروض انهم يقيموا هذه الشرعيه، يفعلوا تقييم، ما هي خلال هذه 7 سنين ماذا حققت الشرعيه على الارض او للمواطن او للمناطق المحرره. نعم. لازم يفعلوا حل. 7 سنين هذه ما خرجش بالنتيجة. إذا الحل هو تشكيل مجلس رئاسي. نعم. يقود البلد. إحنا بحاجة إلى قيادة سياسية محنكة. صحيح. طيب ليش ما يفعل العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح؟ الناس الشعب كله يطالب بهذا الأمر. ليه ما يرفع العقوبات ونشوف إيش بيسوي لنا يا أخي؟ نعم. هذا هذاك بحق الناس الذي تناشد والذي اشتاقات والذي تصيح واللي يا أخي يفرقوا عنا يرفع. طيب يا أبو أيمن، مسألة تقريبا المجرد فشل هذه قاعدة معروفة لدى الجميع، يعني فشل المبعوث الأممي الأول ثم الثاني ثم الثالث ولن الرابع وما زال الرهان على يا أخي. هو اللي تفاوض، هو الحكومة، هو الحكومة والحوثي، يعني زاد شرعنا للحوثي، أعطوا شرعية للحوثي يا أخ فارس. نعم. الان لما يعينوا مثلا سفير، انا الصارب لما يعينوا الان سفير ويجي ويسلم اوراق اعتماده، يا اخي انت في ان فين يداوم يا اخي؟ علينا نخجل من انفسنا. والله العظيم ان الواحد يتابع الاخبار حق الشرعيه وما يستحي انه يتابع. والله يا اخي قول العالم الذي جلس بيضحك علينا باسم الديمقراطيه وحقوق الانسان حقوق الحيوان وحقوق الطفل وحقوق المراه، باليمن كلها ضاعت هذه الشعارات، كلها ضاعت. ما فيش حقوق، ما فيش ولا اي حقوق عاد تذكر. نعم. لان الدوله يا اخي لما تكون بعيد من يعني تداوم في دوله اخرى
صحيح. كيف يا وزير الحم كيف اعطي فرصه للمواطنين ان يذكروا بشيء؟ نعم. الان ما فيش حاجه. اشكرك يا ابو ايمن. يا اخي عندما يكون رئيس شكرا. السلام عليكم. وعليك السلام. تفضل اخي مداخله جديد. شكرا يا ابو ايمن تحيه لك. خلينا فارس مرحب. عرفنا عليك يا حبيب. معك ابو عنتر. مرحب تفضل. الذي يتصلوا عبر الواتس يا جماعه، ما نستقبلش عبر الواتس اتصالات، عبر الايمو عبر الدور. طيب تفضل اخي. رساله ابو عنتر معك. ابو طيب عنتر. واصل واصل انت على الهواء يا ابو عنتر. رسالتي لعبد ربه بدل ما يجلس بالفنادق بالرياض ما يفعل، يعود الى الجبهات. يعود الى الجبهات. نعم. يعود الى المأرب ويتفاوض، ولا الحلقه يتفاوض، ولا الشماليين يتفاوضوا. نعم. افضل من حين يجلس هنا وزارة حين يبعثوا لنا هم وبعض، وكل ساعه واحد وكل ساعه واحد هذا الرابع واحد من مجلس الامم الدولي، وهم خارج لنا لها طريق. صحيح. طيب رسالتك لابناء الجيش الابطال الذي في مختلف الجبهات من غير مرتبات، تصور من غير مرتبات، بينما الحكومه اللي بالفنادق بيستلموا من التحالف، بيستلموا من عائدات النفط والغاز، سواء في حق مارب ولا حق شبوه ولا حق حضرموت ولا المهره، كل العائدات يعني بشكل عام عائدة الدوله يستلموها بالدولار. فصل. شكرا يا ابو عنتر تحيه لك اخي. خلينا نشوف مداخله جديده. لو مرحبا. الرجال الذي بيمسك عنده الخط يا جماعه، خصوصا الدولي، اكرر اكثر مره لانسحاب البعض بيحاول، لانه بيحاول مش لاجل انه يشارك. شوف مداخله جديده. لو مرحبا. الرجال اللي بيمسك عنده الخط يا جماعه، خصوصا الدولي، الو مرحبا. لانسحاب البعض بيحاول، لانه بيحاول مش لاجل انه يشارك. الو خصوصا الدولي، الو مرحبا. لانسحاب البعض بيحاول، الو افصل يا حبيبي، افصل افصل الخط، الصوت بيروح يرجع. مصل جديد يا مرحبا. الو ومصل دولي جديد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد. مرحبا يا ام محمد. اتصل عليهم ودوا ما تردوا. والله المخرج يسمع يا اخ شرف. طيب تفضلي. اشكر اليوم الشكر ما مش حكلي. اليوم على الامم المتحده، هل مبعوث رابع وقد يجي خامس وسادس وسابع بدون فائده؟ الامم المتحده اللي بتدعم الحوثي بتدي لها طيران، المطار حق صنعاء مفتوح، الامم المتحده بتدي الحوثي خبراء. نعم. وسلاح. صحيح. والشرعيه ما عاد همها لا شعب، ولا عاد همها جبهات، ولا عاد همها وطن. خلاص هاجروا يا ام محمد. مستفيده كل الدول والاطراف المتصارعه في اليمن من الضحيه، الشعب ضحيه من الشعب. نعم. الان مراد تذبحنا الوريد الى الوريد، الشرعيه تفرج فيهم. حاب مارب الاخوان المصلاح المقدشي وعلي محسن. حسبنا الله ونعم الوكيل. بيض الله وجههم ابناء مراد وكل قبائل مارب، بيض الله وجههم. والله شتتوهم وشردوهم الحوثي، ما في شاهم، حرروا بلادهم بس ما حد جاي يدعمهم. نعم. والان غدر بهم الحوثي لان. طيب رساله يا ام محمد، رساله لما عاد بهم نخوه، عاد فيهم كرامه، عاد فيهم قبيله، عاد فيهم شهامه، في يعني لاسناد هذه القبائل خصوصا من ابناء الجيش في مختلف القبائل. القبائل مع القبائل انها يعني بعضها البعض تساند بعضها البعض، اما علي محسن والشرعيه ما هذا كلهم تجار بالشعب وبالقبائل وبدماء اليمنيين. نعم. القبائل تساند بعضها البعض وتقف جنب بعضها البعض اليوم. شكرا يا محمد، فصل من عندك، شكرا لك. ومصر جديد. الو مرحبا. الو اتفضل اخي، من معي؟ فصل من عندك، شكرا لك. الصوت بيتردد يا اخي شرف، الصوت يروح يرجع يا شباب. الو الو نعم. اعود واكرر مشاهد. الو مرحبا. نعم. الو غيره. قلت لكم مشاهدينا الكرام الذي مش قادر يمسك مع الخط على اساس انه حين بيشغلون الخطوط عيال، ما عم داعي نقول عيال فلان ولا زعطان، انتم تعرفون من هذه الجهات، لكن حاول اكثر مره الاتصال عبر البوتيم، فاتحين عبر البوتيم، عبر الايمو، عبر الدو. ما عم داعي نقول عيال فلان ولا زعطان. الو الو، اكثر مره الاتصال عبر الصوت بتردد يا اخ اشرف. متصل جديد مرحبا. الو نعم. الو ايوه معاك تفضل. من؟ مساء الخير يا فارس. سنور كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله. عرفنا عليك. ما
معك ابو دفاع. وارحب. تفضل. معك معك واصل يا ابو دفاع. اقول لك يا خالد يا اخ فارس تكلموا على المبعوث الاممي هذا، انت عارف ان الطريقه كان يجاب بشارع الخمسين. نعم. فارس بالحديدة. نعم. كان يجزع طارق حافل خادمين وخدوا في شارع الخمسين، صح ولا لا؟ نعم. امريكا هي ضدنا ودول الخليج هي ضدنا. والله فصال من عندك يا ابو دفاع، المعذره منك يا جماعه، انا عارف انه ظرف الناس ما عندهم رصيد دولي، ولذلك قلنا لكم عبر النت، والنت موجود في كل بيت، عبر البوتيم فاتحين الارقام، البرامج تشاهدوها على شاشه الايمو الدو البوتيم، واليوم دخلنا مايكروسوفت تايمز. الو مرحبا، مرحبا يا ابو طارق. الو معاك تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. قلنا احمد علي قائد البواه وقائد وطننا ورئيس المؤتمر. نعم. اذلنا الشعب قدر التعب والمعانا مسكين كم قد صبر، مش معانا سواء عفاش، هو فرق حاضر وفرق لا بد حضر. نعم. قريب لا بد ما يفرقها ربنا من سماته، قريب بنسمع خبر وسلامتك. صح لسانك يا ابو طارق، تحيه لك. اللي بيتصل دولي من السعوديه يا اخي عيد الاتصال لو سمحت، احنا ما نفتح معاه عليك عشان ما تخسر. شكرا يا ابو طارق، تحيه لك اخي. مصل جديد الو مرحبا. الو متصل دولي جديد مرحبا. الو السلام عليكم ابو فارس. وعليك السلام، من معي اخي؟ معك ابو نواف. ابو من؟ نواف. ابو نواف. طيب تفضل. يا اخي اتصلوا على النت الله يخليكم، النت اسرع وسيله. كل البرامج عندكم على الشاشه، تفضلوا الايمو الدول بوتيم، الارقام اللي موجوده امامكم خصوصا اللي اخره 85، تليجرام، لا التليجرام محظور ايضا في صنعاء يا شباب، المايكروسوفت هذا البرنامج الجديد قالوا موجود لدى كل اليمنيين. ما عليك الا تشارك يا اخي، اطرح رايك كل حريه. متصل جديد يا مرحبا. الو الو يا اخي اطرح رايك كل حريه. الرهان الخاسر على منظمه تحولت الى منظمه متسوله، أشبه بمنظمة متسولة باسم اليمن واليمنيين، تسرق وتنهب ملايين الدولارات تحت مسمى الجوع والفقر والمرض والحصار. هذه هي الأمم المتحدة التي ما عمرها حلت قضية منذ أن يوم ولدت، ولا تزال بعض الأطراف خصوصا الحكومة الشرعية عاجبها الوضع أصلا كما قلنا، والشعب اليمني مدرك أنه أصبحت تحولت أدوات، كلها أدوات. اللي في الداخل حاصر الشعب اليمني أداة بيد إيران، والحكومة أداة بيد. ألو مرحبا تفضل أخي. بعض المرجفين ضعفاء النفوس بيشغلون الخطوط فقط، ظنين منهم ان الناس مش قادر توصل رسالتها. طيب يا جماعه انا فاتح لك نافذه يعني سقفها السماء حريه، بدل ما خليك حر، خلي فيكم نخوه وشارك وطرح رايك، واجه الحقه بالحقه بدل ما تظل تشغلني الخط. الو مرحبا تفضل اخي. الو الو نعم. اه ايوه الو رحب. طيب عرفنا عليك من؟ رمزي. رمزي مرحبا يا رمزي تفضل. يا اخي واصل. يا اخي المجاهدين اذا مستوى اسمع المجاهدين اذا مستوى اسير ما يعذبهم الشرعيه. ايوه ها فين هذا؟ فين يا رمزي؟ يا اخي الاسير عنده مسموح. فين؟ يعني محترم يتصل ها؟ يا اخي واصل، ايش المشكلة؟ قل لي ما هي قضيتك؟ عند المجاهدين. من هم المجاهدين هؤلاء؟ في فلسطين ولا قصدك في القدس ولا وين؟ يسموهم الحوثيين. ايوه ما لهم؟ حياك الله، شكرا يا فوز، شكرا، والله ما انا سامع ايش تقول. ومصل جديد الو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من معي يا اخي؟ معك ابو علي. مرحبا يا ابو علي تفضل. يا اخي حاول توضح الصوت يا ابو علي. الصوت من عندك انا سامعك الان تمام، يلا واصل. يا اخي غير فصل يا عم اشرف. انا سامعك الان تمام، يلا واصل. الو يا اخي. الو مرحبا. الو
ايوه تفضل فصل يا عم اشرف. انا سامع كلام تمام. يلا يا اخي اسمعني من التلفزيون. الله يحفظك. اللي بيتصل بدل ما تفتح صوت التلفزيون اسمعني من التليفون وشارك وطرح رايك. الو الو مرحبا. خلنا نشوف مصلي ولي يا عم اشرف. الو مرحبا. نعم فصل من هؤلاء الزلام الذي بيشغل الخطوط فقط. والله لن تصيع لن تردعونا ولن تهزونا ولن تكونوا حجر عثراء امام مشروع الوطني. هذه قناعتنا. تشغل خط ولا تفعل حاضر ولا تفعلوا بلاغات على صفحات بنستمر. وكل يوم بنفتح برنامج جديد ونوصل الى الناس. سنصل الى الناس وسنواجه وكررها تحدي بتحدي. الو مرحبا. هذا اللي بيفعلون شغل الخطوط يا جماعه. افعل حاضر وخلاص سكي نفسك الشغله بدل ما يجي يشغلك. لانه مقبلنا لو عنده رجوله ولا شهامه ولا كرامه انه تشارك برايه وطرح رايه وواجهنا يا اخي. قل رايك. الو الو نعم. كما قلت الرهان على الامم المتحده هذه المنظمه لحد الان يعني تتحدث عن مئات ملايين من الدولارات التي سرقتها او نهبتها باسم معاناه اليمنيين. ولديها مشاريع خاصه والكل يدرك انه ما عمرها نفذت اي مشروع ولا عمرها ايضا انتصرت لاي قضيه. الو مرحبا تفضل اخي. الو السلام عليكم. وعليك السلام. من معي؟ انا ابغى اشارك يا اخي. طيب ارحب انت على الهواء. تفضل. معك ابو سعيد. وارحب يا ابو سعيد. حياك الله يا اخي. انت الحين قاعد تتكلم وعبد ربه وعبد ربه وعبد ربه ويعتبروه يعني هو علي محسن هذا وخلاص. اعتبروهم ميتين. طيب والحل يا ابو سعيد؟ ما هو الحل؟ الحل يا اخي في رجال اليمن، الحل في رجال اليمن يعني ولا يصدقوا الجاهل هذا يعني زي ما تقول تخرج اليمن تخرج يعني وتشوف الناس اللي لا تاكل من الاشجار واللي لا هذه قال يعني ناس من مات الجوع والناس صابر على اي صابري. طيب يا ابو سعيد احنا معنا هذا الحين ما عدرينا من غريمنا الشرعيه ولا التحالف ولا الامم المتحده ولا المجتمع الدولي ولا الحوثي وايران. يعني حنيم الشعب اليمني امام كل واحد يعمل عامل نفسه وصيه على اليمن، الشرعيه تقول انه وصيه على اليمن والتحالف يدعمها. غير ابناء اليمن ودعم الجبهه حق يعني حق المخا. نعم. حق الحديده. طيب قيدتها الشرعيه والتحالف هذه الجبهه يا ابو سعيد. الطريق الصحيح. قيدتها الشرعيه، قيدوها الاخوان ان صح التعبير، كذا بصراحه، قيدوها الاخوان. يا اخي ذولا ما نفعوا ولا ينفعوا حدا يا اخي ما نفعوا حدا حتى ما نفعوا في كلام على شان المغترب ما ينفعوا شيء ينفسهم ناس خلاص هم بس يلا الحمد قال يجمعوا لهم من المال لانهم عارفين انهم رايحين رايحين. طيب ليش عاده التحالف يدعمهم يا ابو سعيد والى متى؟ والحوثي كلهم بيراجم على المملكه العربيه السعوديه كلهم صواريخ وكلهم طائرات نتحدث بعد 7 سنوات. والله من العيب والله انه قمه العيب انه بعد 7 سنوات ميليشيات اعطيت هذا الكم الهائل ونفخوها خلوها بالونا وقفوا الجبهات وتشتوه الحوثي ينتهي ما تركبش يا جماعة. ما تركبش يا أخي ما تريد ما في رجال ما والله ما يا أخي الرجال موجودين مقيدين يا أبو سعيد. يعني يا أخي قبيلة مراد لوحدها. جبهة طارق محمد عبد الله صالح يدعموه يعني رجال يعني وين الرجال وين اللي كانوا 70 يمتلي للزعيم الله يرحمه. الأبطال في كل الجبهات موجودين يا أبو سعيد. الشوارع تمتلي وال. رحلونا الحكومة رحلوا الحكومة بدل ما يرحلوا المغتربين. يرحلوا الحكومة وكل شيء بيزبط كل شيء بيحركوا الجبهات. أما جالسين بين الفهنة والبقاش والكبسة ما مستحيل تتحرر البلد. لا الله يخرج اليمن. لا الله يخرج اليمن إن شاء الله وينصر يعني حد قال الشعب اليمني على الطغاة هذولا. شكرا يا أبو سعيد تحية لك. أهم حاجة أهم حاجة يعملوا لنا حل الأشقاء يخرجوا لنا هؤلاء الحكومة. ألو مرحبا. ألو تفضل أخي من معي؟ نشوف مصلد ولا جديد. الو مرحبا تفضل اخي. الو السلام عليكم. وعليك السلام. كيف حالك؟ مرحب من معي؟ معك هادي اشرف من ابن هادي. هادي اشرف من ابن. طيب احنا ضابحين من هادي وقد معنا هادي يا اخي غير اسمك. والله يا اخي هذا هادي المحتاج يعني ايش اقول لك المحتاج هذه البطلات المدينه وطلعنده. طيب تفضل رسالتك. انا اقول لك انه كل شيء علمنا وغيرنا عدنا من وغيرنا غيرنا هي السعوديه علمنا والامارات تدير مع بعض تمام. ايوه وايران؟ وايران مش مغربنا يعني؟ ايران احنا لها يعني طرف شارع جميل. واصل 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 قل رايك ما عندنا مشكله يا هادي.
الحوثي والحرب السعودي والامارات. كم مثال اذا انتصرنا على السعودي والامارات بعدين يكون بيننا يعني البين تشكل بين البين. ايش بيكون؟ وين يحارب هذا الحين؟ في مارب؟ بيحارب السعودية والإمارات في مارب؟ يعتدي على بناء مارب يا هادي؟ لا لا لا. وساعة يقول وساعة تقول إنكم تجاهدوا وساعة تقول إنكم تحاربوا أمريكا وإسرائيل في مارب؟ لا لا هذا هو غلط، هذا ما في أمريكا ولا إسرائيل، الإمارات والسعودية فقط لا غير، ما في أمريكا ولا إسرائيل. والله أول مرة واحد يقول هذا الكلام، لكن هم يقولوه هكذا، يقولوا لأتباعهم والقطعان إنهم يحاربوا أمريكا وإسرائيل. ولما يروحوا عند امريكا يرتموا في حضن امريكا يقولوا احنا نحارب الارهاب والارهابيين في مارب، وهكذا يلعبوا على كل الحبال. والله ما اقول شيء ما راح انا جايين غلطان، لكن والسعودي والامارات المفروض نوقف مع الحوثي ونكون يد واحده اليوم كامل ونتحل شكرا يا هادي، فصل من عندك ورايك نحترمه حبيب. خلنا نشوف مداخله جديده من وسط تيك توك. مرحبا يا من؟ الو الو، في عندنا إشكالية في الشبكة يا جماعة. يا فنيين حلوا المشكلة الشبكة. متصل جديد، مرحبا. ألو. أيوة معك. هلا مرحبا. لحظة لحظة يا حبيب، من معي يا أخي؟ هذا عبر الدولي ولا إيمو يا أشرف؟ طيب تفضل يا أخي، تفضل. فصل، تفضل يا حبيب. ومتصل دولي جديد يا مرحبا. السلام عليكم. لحظة لحظة يا أستاذ. ألو نعم. أيوة. معك أبو دفاع، أبو دفاع فارس. أبو من؟ أبو دفاع. أبو نزار. أبو دفاع، أبو دفاع. مرحبا يا أبو دفاع. طيب واصل. فأول فصل من عندك. تتكلم على المبعوث الأممي هذا. أيوة. وأنت عارف أن طارق كان يجي بشارع الخمسين حافي حافي. نعم. حافي هذا القادم قدو قريب المينا. تمام ولا لا؟ تأمروا عليه. فالغلاصة ما فيها غير مثل الأمم المتحدة. يا أخي مش الأمم المتحدة ولا بيدها العصا السحرية للأمم المتحدة ومصحابنا الذي لا مرا لا لا مش راي مش راضين يرجعوا البلد خلاص. يعني قالوا هجرة هاجروا، الذي رأى خالد بن الوليد أفتاهم إنه لابد أن يهاجروا الهجرة يطبقوا السنة النبوية يعني. بعدين هاجر فخامته هو الحكومة والجماعة وهاجروا إلى تركيا وإلى قطر وإلى اللي هاجر يعني وخلاص. منتظرين ينزل جبريل إذن لهم بالقتال. ما عاد فيش جبريل قل لهم، ولا هم ناويين يقاتلوا هؤلاء يا ابو دفاع، لكن ما نفعل الصبر ما تفرق. هذا حرك كرتام، حرك كرتام. نعم ستفرق 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 الايام القادمه. احب لها بالمفاجات يا فؤاد. عيد المطلب، عيد بالنسبه يا فارس. الو ايوه معاك واصل. بالنسبه يا فارس يعني الاخوان يعني دمار الشعب، الاخوان دمار الشعب هم اللي دمرونا. نعم تمام ولا لا؟ شكرا يا ابو دفاع، تحيه لك اخي. ان شاء الله كل هذه الميليشيات لها زوال باذن واحد احد، مزيد من الصبر والصمود والثبات. ومصل جديد. الو الو نعم موجود يا عم اشرف. دكتور فارس امريكا تدعم حوثات. دكتور فارس امريكا تدعم حوثات. نعم امريكا تدعم الحوثيين. لا نجلس دائما نبرر، لا نجلس نبرر يا ابو طارق كم بده يدعمهم امريكا ولا ايران ولا كلام فاضي. يا فارس شوف الواحد اذا تكلم حقيقه وقال الحق ينهرنا. امريكا تدعم الارهاب. الان هي تلعب بالنار صحيح، ايش تتوقع منهم يعني؟ هم شيء يبيعوا صفقه السلاح. امريكا خرجت صدام حسين من حفره. نعم دمرنا العراق ب 33 دوله. ليش تبدي عبد الملك الحوثي بكره من عبر الشاشة نقاط صنعاء؟ نعم تضحك علينا امريكا. طيب ليش نراهن على امريكا يا ابو طارق؟ احنا ما نراهن على امريكا، ليش نراهن عليها يعني؟ زين اللي يقول لك السعوديه الامارات امريكا تدعم حوثه. نعم وتدعم ايران لصالح الصهيونيه العالميه، تشل منطقه الجر مستعله حتى تقوم الساعه، هذه الحقيقه. نعم شكرا يا ابو طارق، شكرا لك. ومصل جديد. الو مرحبا. الو في اشكاليه في الشبكه يا جماعه، للاسف مش قادر استمر حتى تحل هذه المشكله. كان ابو طارق اخر المتصلين او مداخلين في هذه الحلقه، المعذره لمن لم نستطع ان شاء الله حتى تحل مشكلتنا. فؤاد موجود؟ تفضل يا فؤاد. طيب اي نعم موجود. تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، قد كنت بختم لكن يلا تفضل. لا مو مشكله اذا بتختم لا لا واصل. انت مسك الختام يا فؤاد. الله
الله يسلمك يا طول العمر. يا اخي انا عندنا مشكله واحده في اليمن. نعم. انه يعني الحين كلهم صاروا التصفيات حق العالم كلها صارت عندنا. ايوه. بينك مشكله انت واخوك واصل. ايران وذولا المصانعين راحوا اليمن. الحوثي وامريكا جالس مكن امريكا جاي صفيها باليمن. يا اخي ايش دخل اليمن؟ وبعدين كلها شعارات كاذبه يا فؤاد وانت صدقت. أيوة. انت صدقت ان الحوثي بيقاتل امريكا كلها مدفوع لها. كلها كذب وضحكوا على الناس البسطاء على اولاد القطعان اللي تبعهم. هذا هو الكلام. ولا امريكا موجوده بالله عليك؟ امريكا في صنعاء ولا امريكا في مارب ولا في القوف ولا في الحديده؟ كلام يعني سخريه استهزاء. يا اخي الحل هو الحل يا قلبي انهم يوحدوا الجيش. نعم. اذا ما توحد الجيش وظلينا على ميليشيات ما في خرجه لليمن ابدا. شكرا يا فهد. الميليشيات ما تحكم هي. شكرا جزيلا لك اخي العزيز. مشاهدينا الكرام من فاتوا المشاهده بالامكان في الاعاده 12:30 وعلى منصف الليل. دمتم ودوم الوطن بألف خير. إلى اللقاء.